تصريح نيجيري بخصوص خط الغاز العبر للصحراء. أكد وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار اليوم الثلاثاء بوهران أن مشروع أنبوب الغاز العبر للصحراء والذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر يعرف تقدما كبيرا وملحوظا. وقال توغار في تصريح إعلامي على هامش الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول الأمن والسلم في إفريقيا التي اختتمت أشغالها اليوم بوهران أنه تم إحراز تقدم كبير وملحوظ في الأشغال تجسيد مشروع هذا الأنبوب للغاز في الجهتين الجزائرية والنيجيرية. وذكر الوزير في هذا السياق بأن الجزائر ونيجيريا تعدان من أهم الدول المنتجة للغاز، وبأن الطلب في أوروبا على هذه الطاقة يشكل فرصة لكل من الجزائر ونيجيريا والنيجر. يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العبر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كيلومتر، منها 1037 كيلومتر داخل الأراضي النيجيرية و841 كيلومتر في النيجر و2310 كيلومتر في الجزائر، حيث سيربط حقول الغاز بالنيجيريا انطلاقا من واري بنهار النيجر بالشبكة الجزائرية ليتم تسويق الغاز النيجيري لا سيما في الأسواق الأوروبية. وسيستفيد المشروع من الإمكانيات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية لا سيما شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المومع والمنشآت البتروكيميائية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز. وفي فبراير 2022 أكدت الجزائر ونيجيريا والنيجر التزامها بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، حيث اتفق الوزراء المكلفين بقطاع الطاقة في الدول الثلاث في نيامي على وضع خارطة طريق عمل لتجسيد المشروع. وبعد سلسلة من اجتماعات تم بالجزائر العاصمة في يوليو 2022 توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، حيث أكدت الأطراف الثلاث عزمها على بعث الدراسات ومختلف البرامج المسطرة في هذا الإطار. لا تنسى الاشتراك في القناة تفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.